المشاركة ديالك في مهرجان السينمائي الخريم؟ كاين كنشاركوا بفيلم حياة لمخرجي رؤوف الصباحي اللي كيحكي على واحد مجموعة من الناس جايين فكار من فرنسا. كيحكي كل واحد جايين من فرنسا غيمشيو من طنجة حتى الأكادير، وخلال السفر ديالهم يمكن تجري هناك كنقولوا احنا دي زيستوار بيناتهم، وكذلك كاين بعض المواقف الهزلية المضحكة وبعض المواقف الدرامية. اولا مرحبا بالفنان ديالنا الكبير سي طروالي. ثانيا شنو يمكن لك تقول لنا على مهرجان ديال خريبكه اللي كيتقام واخا كاين شي تراجع؟ ربما كيتقال انه كاين تراجع على مستوى المهرجان. ايوا القيمه ديال مهرجان خريبكه كتبرز من خلال الظرفيه اللي كيعيشها المغرب ككل. مثلا الان فنحن المغرب هذه السنه الاخيره تميزت السياسة العامة ديالو، السياسة الخارجية، بالمبادرة ديال جلالة الملك اللي قضى سنة كاملة وهو كيتجول عبر مجموعة من القطار الإفريقية للعودة للوحدة الإفريقية ولتأكيد أهمية المغرب كموقع جغرافي في تحقيق هذه النقلة الحضارية الاقتصادية السياسية الاجتماعية ومحاربة كثير من الظواهر السلبية التي تجشح هذه القارة وانفتاحها على أوروبا بالأخص وعلى العالم الخارجي. فإذا قبل 40 سنة كان الذين فكروا في هذا المهرجان وكأن كان عندهم وعي استباقي وإدراك منذ 40 سنة أو أكثر في أن المغرب انتماء لإفريقيا ليس مجرد انتماء جغرافي بقدر ما هو انتماء متعدد الأبعاد. فإذا لما كان صيبوا 40 سنة ماشي الدورة الثانية ولا هذا المهرجان عاد جا حتى بدا المغرب سياسيين كينفتح وكيحاول يقوم بهذا الدور. لذلك أنا كنت أتوقع أن مهرجان بهذا الحجم وبهذه القيمة اللي عندها عدة أبعاد سياسية واقتصادية وغيرها أن يحظى بعناية أكبر، وان مثلا كل بلد كيقدم عرض مثلا هذا النهار من غانا يجي سفير غانا يحضر العرض ديالنا، يجي ديال الكونغو، يجي ديال مالي، يجي ديال السنغال، يجي ديال تونس، يجي الجزائر، السفراء يحضروا نهار العرض ديال اللي مشارك في المهرجان في هذه الدوره هذه. هذا ما غيكلفنا والو ولكنه غيعطي، وايضا ان القنوات ديالنا يكونوا كيديروا نقل مباشر على الاقل واحد نص ساعه يوميا كيشوفوا هذا المهرجان فين مشى والندوات اش كيتقال فيها، وهذا تندار شبه تكريم للمخرجين والمنتجين ديال هذه الافلام المشاركه ويرجعوا باشارات او اوسمه يرجعوا بها للبلدان ديالهم وهم يفخرون بانهم حظوا بوسام استثنائي في المغرب. ليس من اجل السينما لاننا نحب السينما كسينمائيين، ولكن لان السينما الان على الصعيد العالمي اصبحت تشكل سلاح خطير جدا. فبالسينما استطاعت أمريكا أن تخدم أسطورتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية عبر الأفلام السينمائية اللي حضرات هذه السنة، ولكن المعرض اللي ميز هذه الدورة هذه اللي كيوثق لجميع اللحظات اللي عاشها المهرجان، الجائزة ديال سامبان ديال بسطاوي الله يرحمه، هاد الأروقة هادو كاملين، كان الرواق ديال صاحب الجلالة، كانوا ورشات، كانوا مجموعة ديال الندوات، كانت أنشطة وانفتاح على النشاط اللي مهم واللي بارز واللي خلق واحد الحدث استثنائي في المغرب وفي القارة الإفريقية اللي هو الانفتاح على المؤسسة السجنية، ويعني استقبال عدد مهم من نزلاء الأفارقة، الإنصات لهم، التحاور معهم، معالجة قضية الاندماج والهجرة، يعني موضوع اللي شائك جدا ويؤرق بال العديد من المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية. كانوا من الأحداث اللي طفات على السطح وعلى الصورة ديالها مهرجان سينما افريقيا في الدوره ديالو 20. كاين جوج ديال الاحداث بارزه سلبيا للاسف اللي طبعت المهرجان هذه السنه، منها الحدث الاول هو ديال يعني في رجال الدرك جاوا الفندق وحقوا مع بعض النازلين اللي جاوا على ود الفيستيفال ولا شرف الفيستيفال. كذلك كاين ربما اخصاء الاعلام الوطني وعدم المنادات على بعض الصحفيين المغاربه، منابر اللي هي وطنيه. شنو التعليق ديالكم؟
التعليق ديالي بما يخص القضية الأولى ديال أن رجال الدارك أنهم يعني زاروا واحد المجموعة ديال الفنادق من بينهم أحد الفنادق يعني في خارج يعني في الخرجة ديال المدينة ديال مدينة جخريبكة، هذه أمور دبلوماسية يعني كنظن أنه كان وقع واحد الخطأ ما بين الناس المنسقين ديال هذا المهرجان وانهم ما خبروش هذه الجهات المعنيه، لان السلطات الامنيه كتقوم بواحد الدور ديالها لانها خاصها تحقق من الناس اللي غادي يدخلوا لهذا المنطقه الترابيه يعني باش يكونوا لانه يكونوا تحت الحمايه ديالهم. كذلك بالنسبه للموضوع ديال كنشوف ان هذه المساله عاديه يعني لا حرج فيها، وتم تدارك هذا الموقف من طرف الكاتب العام ديال مؤسسه مهرجان السينما الافريقيه يعني في واحد الظرف وجيز، وكذلك التدخل ديال رئيس المؤسسه السي نور الدين الصيل. وكذلك بالنسبه للقضيه ديال الاعلام يعني ما كانش هناك واحد، نقدروا نقولوا ان كاين واحد التقصير في التواصل مع المؤسسات الاعلاميه، لان لا يمكن ان نجحوا اي حدث سواء كان مهرجان او اي حدث رياضي سينمائي فني ثقافي بدون انفتاح عن الجهات الاعلاميه سواء الاعلام المرئي المسموع الالكتروني او المكتوب. ولكن السؤال ما كانش كان العكس يعني كان يقصى لهاد المنابر والجرائد الوطنيه. انا جاوبتش قلت لك انه ما يمكنش اننا نقصيو ان المؤسسه ديال مهرجان السينما الافريقيه انها تقصي اي مؤسسه انها تقصي الاعلام، لان اي نجاح اي تظاهره راهين بالتغطيه والمواكبه الاعلاميه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.